السلام عليكم، أهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى حلقة جديدة من صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. البداية من صحيفة البصائر ومقال للكاتب جهاد بشير بعنوان حوار التعاون الأمني المشترك والصلاحية الإيرانية. لم يكن حوار التعاون الأمني المشترك بين البنتاغون والحكومة في بغداد الذي عقد مؤخرا في واشنطن مجرد حوار بين طرفين يكافئ أحدهما الآخر، بل كان مثالا للوصاية الأمريكية والسلطوية التي تفرضها الولايات المتحدة على أدواتها في العملية السياسية، وسبيلا لبيان الحدود التي لا ينبغي لطهران أن تتجاوزها تحت مظلة التخادم والمصالح المشتركة. والناظر إلى الحالة العراقية يلحظ فرقا لافتا في المواقف والتصريحات والتحركات الحكومية في بغداد التي طفت على المشهد بعد الحوار، التي بدت مغايرة لما كانت عليه قبل الإعلان عن البيان المشترك، وصمتت قوى الإطار التنسيقي التي طالما صدعت الرؤوس بضجيج تصريحاتها المفتعلة بشأن مقاومة الاحتلال ومطالب انسحاب القوات الأمريكية. ويقول الكاتب: هناك سكوت وسكون من جانب ميليشيات إيران وعطل واضح في أجهزة إرسالها فيما يتعلق بالتصريحات المعادية لواشنطن. على مدى الأيام الفائتة تحدث غير واحد من المصادر الصحفية أو الأمنية وحتى السياسية عن دخول أرتال عسكرية جديدة إلى العراق، بما يعكس حقيقة تناقض المزاعم المطروحة في وسائل الإعلام بأن لا وجود لقوات قتالية في العراق، وأن الجنود المتمركزين في القواعد مهمتهم تقتصر على التدريب والمشورة والدعم اللوجستي. ولعل في هذه المهمة ما يغني عن الحديث بشأن الدور الميداني لهؤلاء الجنود الذين ترفض واشنطن وحكومة بغداد على حد سواء الإقرار بحقيقة عددهم بالنظر لما كانت الميليشيات تتفوه به من عداوة مكذوبة تجاه الولايات المتحدة التي منحتها ابتداء الصلاحيات التي تحظى بها على كافة المستويات في ظل العملية السياسية. تبقى إيران عاملاً مؤثراً في المشهد العراقي برغبة غربية، وانتهاء صلاحيتها في ذلك غير واردة في الأفق المنظور، وحتى لو وصلت الولايات المتحدة أو أحد حلفائها إلى اتخاذ قرار بكبح جماحها، فإن الكبح محدود لا يحول دون استمرار نفوذها. قالت صحيفة الشرق الأوسط نقلا عن ثلاثة مصادر عراقية إن القوات الأمريكية تعيد تمركزها في المنطقة على الحدود مع سوريا تمهيدا لعملية عسكرية لن تكون داخل العراق. وأشارت المصادر، بينها قيادي في فصيل يتمركز شمال غربي العراق، إلى أن واشنطن تخطط لتنظيف المنطقة الحدودية بين العراق وسوريا، وستنفذ هجمات ضد مجموعات مسلحة من جنسيات مختلفة موالية لإيران. وأضافت أن المعلومات المتاحة حتى الآن تشير إلى أن الأمريكيين سيحاولون كذلك قطع طريق الإمدادات الإيرانية نحو سوريا ولبنان عبر الأراضي العراقية. أبلغت ثلاث شخصيات عراقية من بينها قيادي في فصيل مسلح يتمركز شمال غربي العراق الشرق الأوسط أن الأمريكيين يعيدون التمركز في المنطقة تمهيداً لعملية عسكرية لن تكون في داخل العراق. وفقاً للشخصيات الثلاث، فإن واشنطن تخطط لتنظيف المنطقة الحدودية بين العراق وسوريا، وستنفذ هجمات ضد مجموعات مسلحة من جنسيات مختلفة موالية لإيران. وأوضح القيادي في الفصيل العراقي أن الفصائل المسلحة ترجح أن يكون الهدف الاستراتيجي من العملية تغيير قواعد الاشتباك مع الروس في سوريا.
وبحسب هؤلاء فإن الأمريكيين سيحاولون أيضا قطع طريق الإمدادات الإيرانية نحو سوريا ولبنان عبر الأراضي العراقية. هذا كل ما نعرفه حتى الآن، وعلى غير العادة تلتزم فصائل معروفة بمواقفها المناهضة للوجود الأمريكي التهدئة الإعلامية بشأن التحركات الأمريكية. وتفيد مصادر مختلفة بأن الفصائل المسلحة حصلت على تعليمات بضبط النفس وعدم الانجرار إلى معركة لا معنى لها. بعنوان التحشيد الأمريكي رؤية وتحليل، كتب وائل القيسي مقالا في صحيفة الكارتينة يقول فيه إن ما يجري من تحشيد عسكري أمريكي في منطقة الشرق الأوسط وتحديدا في الخليج العربي والشرق السوري ينطوي على مضامين متعددة ومختلفة في آن واحد معا. وقبل الخوض في هذه المضامين لابد من تذكير الناس بالسياسة التي درج عليها أغلب الرؤساء الأمريكان في العقود الأخيرة، خاصة وهي أن أي رئيس أمريكي من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي غالبا ما يلجأ إلى القيام بعمل دعائي كبير في نهاية حقبته الرئاسية ليحقق مكاسب انتخابية له ولحزبه. يجد الناس صعوبة بالغة في تفسير ظهور قوافل وأرتال القوات الأمريكية بكل مكان في العراق وكذلك في الخليج العربي وشرق سوريا. أما المضامين التي ينطوي عليها هذا التكثيف والتحشيد العسكري الأمريكي الذي اختلفت الآراء والتكهنات للساسة والمحللين حوله، فهي لا تخرج عن كونها اجتهادات تخمينية أحياناً وبالونات اختبار لجس النبض أحياناً أخرى، وتتوزع بين رأي يتوقع القيام بهجوم عسكري على إيران يتناغم مع رغبة إسرائيلية بذلك، وبين رأي يعتقد بوجود رغبة أمريكية لتغيير نظام الحكم في العراق والقضاء على الميليشيات المسلحة التي تتحكم بالمشهد العراقي واقعاً وفعلياً، ورأي ثالث يتوقع الضغط على روسيا في الشمال السوري وكذلك محاولة تقليم أظافر التمدد الإيراني نحو سوريا ولبنان بعد أن ابتلعت العراق، والعمل على إيجاد منطقة عازلة لتحجيم التواجد العسكري الروسي وإنهاء دور الميليشيات هناك. والخوض في هذا الرأي صعب ومعقد جدا. إن أمريكا وكل دول العالم ذات الميول الاستعمارية هي ليست منظمات أو جمعيات خيرية ولا تعنيها مصلحة الشعوب مطلقا، وأن ما يجري في إفريقيا الآن من تكالب محموم للسيطرة عليها ونهب ثرواتها هو خير دليل حي ومعاصر على سيادة المصالح على حساب القيم والمبادئ الإنسانية. قال تقرير لموقع إنسايدر إن المسؤولين الأمريكيين يحذرون من أن مبيعات الأسلحة الصينية في الشرق الأوسط قد تقوض قدرة الجيش الأمريكي على الاندماج مع شركائه في المنطقة. ويؤكد التقرير أن الصين لا تقدم أسلحة من شأنها أن تحمل أو تحل محل الأسلحة الأمريكية بشكل مباشر، لكن الاهتمام المتزايد بما تبيعه بكين يعكس رغبة طويلة المدى لدول الشرق الأوسط في تنويع مورديها وقلقها المتزايد بشأن التزام الولايات المتحدة بالمنطقة. كما يقول الخبراء وذكر التقرير أن الجنرال مايكل كوريلا رئيس القيادة المركزية الأمريكية أبلغ لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ في مارس آذار أنه كانت هناك زيادة كبيرة في المبيعات العسكرية الصينية الأجنبية في الشرق الأوسط. وأضاف كوريلا أن المسؤولين الصينيين يفتحون كتالوجهم بالكامل وإنهم يعطون الشحن السريع ولا يعطونهم اتفاقية المستخدم النهائي بل يمنحونهم التمويل. قالت إيميلي هورثون محللة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة استخبارات المخاطر RANE لإنسايدر، إذا تحولت هذه الدينامية وأصبحت بكين مزوداً لمعدات أكثر تقدماً فسيكون ذلك تطوراً حاسماً للولايات المتحدة، لكن هذا غير مرجح.
وقالت هوثرون إنه في حين أن تعميق العلاقات البحثية والأمنية بين بكين ودول الخليج العربي ليس مفاجئاً للولايات المتحدة، إلا أنها لا تزال مقلقة للأمن القومي الأمريكي، ولكن من المحتمل ألا ينظر إلى ذلك على أنه تهديد إذا كانوا في تلك الدول يحافظون على علاقاتهم الأمنية والاستخباراتية والسياسية القوية حالياً مع واشنطن أيضاً. وقال عبودة إن الولايات المتحدة لديها مخاوف محددة بشأن تكثيف العلاقات العسكرية بين الإمارات وبكين، فضلاً عن استيائها من تلقي السعودية مساعدة صينية في برنامجها النووي المدني وشكوك حول برنامج مفصل للصواريخ البالستية. قدر مسؤولون أمريكيون عدد القتلى والجرحى من القوات الأوكرانية والروسية منذ بدء الحرب في أوكرانيا في شباط 2022 بحوالي 500 ألف شخص وفقا لصحيفة نيويورك تايمز. وبحسب الصحيفة، فقد أكد المسؤولون أن تقدير عدد الضحايا أمر بالغ الصعوبة، خصوصا أن موسكو دأبت غالبا على تقليص عدد القتلى والجرحى في الحرب، فيما لم تكشف كييف بدورها عن الأرقام الرسمية لعدد الضحايا. أوكرانيا وروسيا فقد عددا ضخما من الجنود، كما أن حصيلة القتلى زادت بقوة شرق أوكرانيا واستمرت بوتيرة ثابتة مع استمرار الهجوم المضاد، حيث زاد الافتقار للرعاية الطبية اللازمة والمستعجلة من حجم الخسائر. وأشارت الصحيفة إلى أن الخسائر في صفوف الجيش الروسي تقترب من 300 ألف، بينهم نحو 120 ألف قتيل، وما بين 170 ألفاً و 180 ألف مصاب. واقترب عدد القتلى في الجانب الأوكراني من 70 ألفاً، فيما تراوح عدد المصابين ما بين 100 ألف و 120 ألفاً وفقاً لنيويورك تايمز. وارتفعت أعداد القتلى مع احتدام المعارك شتاء وخلال الربيع، لا سيما في مدينة باخموت الشرقية التي سيطرت عليها القوات الروسية بعد قتال عنيف استمر عدة أشهر. وفي تموز يوليو الماضي كشف موقعا ميدوزا وميديا زون الروسيان عن مقتل أكثر من 50 ألف جندي روسي خلال الحرب على أوكرانيا. وبحسب تحقيق مشترك للموقعين، فقد يصل إجمالي الخسائر البشرية في صفوف المقاتلين الروس إلى 125 ألف جندي على الأقل، إذا أضيف المقاتلون الذين أصيبوا بجروح خطيرة ولم يتمكنوا من العودة إلى القتال. والآن إلى فقرة الكاريكاتير. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم، غائبون لا صوت لهم. بلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا، حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيد ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم.
أسفرت حرائق الغابات المدمرة التي اجتاحت جزر هاواي عن مصرع أكثر من 110 أشخاص وعشرات المصابين والمفقودين، ما جعلها أسوأ كارثة طبيعية تشهدها تلك الجزر الأمريكية منذ أكثر من قرن، حولها إلى جحيم غير مسبوق. ورغم بدء تراجع حدة الحرائق، إلا أن السلطات تحذر من أن الرقم المحزن للضحايا سيشهد ارتفاعا مؤكدا مع استمرار عمل فرق البحث والإنقاذ في مساحات من الأراضي المدمرة. شارك مئات الأندونيسيين في مسابقة تسلق عشرات العواميد في جاكرتا كجزء من الاحتفالات بعيد استقلال البلاد، حيث تسلق المشاركون 50 عمودا تم دهنه بمادة شحمية لتسهيل عملية الصعود إلى القمة، والتي إذا تمت يحصد الفائز فيها على جائزة، وتحتفل أندونيسيا باستقلالها 78 عن الحكم الاستعماري الهولندي. والآن نتابع فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. بالنسبة إلي هي الملجأ اللي بيخفف عني الضغوطات النفسية، ففكرت إنه نعمل مشروع يدمج ما بين خدمة للناس وحاجة ترفه عنهم، فكانت فكرة الكافيه إنه كافيه عادي لكن في حاجة لطيفة وظريفة، إنه هو مع فنجان القهوة في بسة تلعب معاها، بسة تخليك تبتسم وتضحك وتنسى ضغوطات الحياة اللي ما وراء باب الكافيه. مجرد انا ما حكيت الفكره لصديقات ولخواتي كثير فرحوا، كثير انبسطوا بانه في صار عندنا مطعم بالفكره هذه. بهذا الفيديو نصل إلى ختام حلقة هذا اليوم من صدى الأقلام، شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.